لا تزال قضية إصابة مواطنين سيما منهم أطفال من منطقة ظهر المغر في القبة بحالات اليرقان ودخول البعض منهم إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج تثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعدما أعلنت مصلحة مياه طرابلس سلامة مياه الشرب في هذه المناطق بعد إجراء التحاليل اللازمة وتبني وزارة الصحة لهذا الرأي والتأكيد على صلاحية المياه ونفي كل الشائعات التي تم تداولها عبر شبكات التواصل حول الاختلاط المياه الآثنة بمياه الشفة داخل الأحياء الشعبية. رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد أشار في معلومات لصوت لبنان أن المؤسسة تقوم بكل مراحل المعالجة للمياه من ترسيب وفلترة وتعقيم، وما يثار عبر شبكات التواصل ربما يهدف إلى ضرب هذه المؤسسة التي ما زالت فاعلة على الأرض. رئيس الدائرة الطبية في المستشفى الحكومي الدكتور حلمي شمروخ وعن الإصابات قال لصوت لبنان: حتى على الطوارئ ما نشوفها حالات الرئام اخر اسبوع. ليش عم ينحكى على شبكات التواصل انه حالات الرئام بازدياد؟ هي بلبله فقط؟ هلا هيدا بدك تشوفي مين وراء الخبر اليوم، السوشيال ميديا بتعرف مين من كان بيحط خبر، بس منو مكتوب مصدر موثوق، بدك تبني على مصدر موثوق هي وزاره الصحه هي اللي بتقرر. قديش كان العدد الحقيقي فعلا للي اصيبوا بالرئام؟ هلا نحن عندنا بالمستشفى بنعرف انه اجانا تقريبا 12 حالة استشفاء. كانت اوضاعهم عادية؟ كثير عادية، كلياتهم راحوا على البيت. وعن اللقاحات المفقودة قال: بالنسبة للقاحات اللي كنا نستعملها بالنسبة ضد الرئام طبعا هلا الفترة هي غير متوفرة. حالة مثل حال قسم كبير من اللقاحات وزي هيك لأسباب بينية وبينية معينة، يعني الفترة الأخيرة صار عندنا كثير نقص باللقاحات. برأيك في داعي لإثارة الخوف والرعب بنفوس أهل مدينة طرابلس؟ لا نهائيا، ما في ضرورة خوف، هي الاهتمام بالمصدر المياه والأكل النظيف وغسل الإيدين والاهتمام بالصحة. لا داعي للهلع، كلمات تثير اشمئزاز المواطن الذي بات يخاف من كل شيء، لكنها تصلح اليوم مع إصابات اليرقان والتي تطرح علامات الاستفهام حول من افتعلها ضمن أحياء شعبية والهدف من ورائها. من طرابلس روع رفاعي، صوت لبنان.